يا اخواتي، كيف ما كتشاهدوا ابارتمون فاس كتواجد في طريق مزار شارع بيروت. غادي نشوفوا واحد الفيلا اللي كتواجد بهذا الشارع هذا اللي ذكرت دابا. على بركه الله غادي ندخلوا باش نشاهدوا هذه الفيلا كومبلي. الفيلا فيها 1003 المتر، فيها لاكاب وريتشوسي والبريمير نيتاج. غادي نتعرفوا عليها دابا مباشره. غادخلوا معنا ان شاء الله بحول الله. هذه هي الدخيله ديال الكراج اللي غندخلوا ليها لاكاب. دونك كاينه دخله برينسيبال اللي كيدخلوا منها، ولكن حنا فضلنا نبداو من هنا باش نجينا كلشي على حيده. على بركه الله غادي ندخلوا مباشره ونشوفوا. كما كتشاهدوا الباب ديال الكراج اوتوماتيك تيليكوموند، يعني خدام. هانتوما كيف ما كتشاهدوا غادي ندخلوا دابا. ثم كتشاهدوا معنا دابا الكراج، وهذه اونفاس لينا كاينه جريده هنايا. كيف ما كتشاهدوا البيبان كاملين ديال الفيلا اوتوماتيك، فيها 4 ديال الفراصد دايره بالجرده كامله. هذا كيف ما كتشوفوا حتى هو الكراج ديال الطوموبيل اللي كيهز، اذا كانت الطوموبيل صغيره يهز 4 ديال الطوموبيلات. غادي نهبطوا مباشره باش غادي نبداو. على بركه الله كيف ما كتشاهدوا هانتوما غادي ندخلو للاكاب باش نتعرفو شنو كاين. هادي البعثة الأولى، كاين بيس ديال العساس كيف ما كتشوفو هو هذا. وندخلو للاكاب. لاكاب دخلنا له من الباب ديال الكراج. هو راه عندو دخلة، يعني من هنا عندو الهبطة من الدخلة برانسيبال اللي غادي نشاهدوها بعد حين. على بركة الله غادي ندخلو باش نشاهدو لاكاب هو اللول. يلا دابا غادي نشوفو. هادي كيف ما قلت لكم هاد لاكاب اللي كيتواجد فيه 3 ديال البيوت. واحد البيت ديالو السيد صال دو سبور اللي غادي نشاهدو حتى هو. كاين البيت ديال الخدامة، كاين حمام بلدي كيف ما كتشاهدو. غادي ندخلو للبيت دابا. هذا البيت الأول اللي دايرو السيد صال دو سبور، غيبقى هكا يعني بالآلات ديالو بالماتريال ديالو. هانتوما هذا اللي كيتواجد قلت لكم بالفيلا لاكاب. كيف ما كتشاهدوا الالات مازالين ممتازين. وكاين كيف ما قلت لكم جوج بيوت اخرين على هذا البيت هذا، مولا غيبيعوا بهاد الالات ديالو. نمشيو نشاهدوا لا كويزين الاولى اللي كتواجد في كيف ما قلت لكم في لاكاب. هذه هي لا كويزين اللي فيها واحد دريسينغ وفيها واحد لاتيراس اللي كيتواجد به بير لي لانستالاسيون ديالو دايز على الفيلا كامله. هذا هو دريسينغ اللي قلت لكم كبير، يعني فيه بلاكارت على اليمين وعلى الشمال. هذه لا كوزين كامله اونكاستري كيف ما كتشاهدوا، الخشب فيها لاغوط، فيها بلاكارات، فيها الفران، فيها لا كوزين، وفيها لانستالاسيون ديال الشوفو كيف ما كتشاهدوا معنا. هانتوما فيلا جايه في موقع ممتاز في طريق إموزار شارع بيروت، فيها سيكوريتي بالليل وبالنهار يعني 24 ساعه على 24 ساعه. فيها هذاك الكليماتيزور اللي كتشوفوا، هذا الكليما. شاهدوا هنايا كاين بيت هذا اللي ملاصق على صال دو سبور. هذا بيت هنايا غادي نمشيو باش نشاهدوا بيت ديال الخدامه ونشاهدو الحمام البلدي. هذا اللي هنا أنفاس لينا كيف ما كتشاهدو، هذا بيس ديال الخدامة فيه بلاكار. هانتوما ونمشيو مباشرة غادي نشوفو الحمام البلدي والحمام وتواليت وحمام فرن. هذا حمام بلدي فيه لانستالاسيون ديال السخونية اللي في الأرض وفي الحيوط كيف ما كتشاهدو. هي هادي دايزة. هانتوما غادي ندخلو مباشرة للحمام كيف ما كتشاهدوا. هذا عاوتاني حمام، هادشي اللي كنذكر لكم دابا في الاول راه لاكاب. هذا هنايا كاين تواليت ولافابو وواحد الدوش صغير. نطلعوا دابا على بركة الله باش نطلعوا غير تشوسي. دونك انا قلت لكم في الاول دخلت من دخلة الكراج، هاد الدريجات اللي كتشوفوا راهم تيهبطوا لاكاب. وغادي نطلعوا غير تشوسي باش نكتشفوا عاوتاني شنو فيه. هذا غادي تشوفوا كيف ما قلت لكم هذه كوزينه فيه
حتى هي بواحد غون تيراس. هذا ريتش هذه الكوزينه ديالها حتى هي كيف ما كتشوفوا بلا هوت الفران بلا كويزين. الاطلاله ديالها جايه على الجريده وعلى الدخله ديال الباب. هانتوما هذه الجريده اللي كتشاهدوا حتى هي انكاستري بخشب. بلاصه ديال الثلاجه، بلاصه ديال لاستراسيون ديال ماكينه الصابون. غنخرجوا لاطيراس باش نشاهدوا. كيف ما كتشاهدوا هذا لاطيراس اللي كيخرج من لاكويزين، اللي حتى هو الاطلاله ديالو على جرده وعلى الدخله ديال الكراج اللي دخلنا منها في الاول. هذه هي الجريده كيف ما كتشوفوا، عندها دريجات من هنا الدوره كامله الكراج ديال الجرده من هنا يا غدا. هذه كيف ما قلت لكم اخواني للتبكير راها فيها 1003 المتر اللي مبنيه، كل طابق مبني فيه 240، يعني 240 في لاكاف، 240 في الريتشوسي، 240 في الطابق الاول. كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي هاد الفيلا كتواجد في طريق اموزار شارع بيروت، يعني فيلا ممتازه لا هي لا الموقع ديالها. هذا لابيسين كما كتشاهدوا، احنا وصلنا دابا لابيسين. كاينه واحد السقايه اللي غادي نشوفوها حتى هي. هذا هو لابيسين كيف ما كتشاهدوا، هانتوما لابيسين كبير، كاين ديال الدراري الصغار وكاين ديال الكبار. هانتوما جريده كيف ما قلت لكم دايره حتى نخرجوا من الباب ديال برينسيبال. هذه السقايه هنايا داري لها الضو، يعني ديجاكتوراس ديال الضو من تحت كيف ما كتشاهدوا. ها انتما كيف ما كتشاهدوا، دابا حنا كندورو على الجرده وغادي ندخلو للريتشوسي من الدخله برينسيبال اللي كتواجد في الفيلا. هذه الدوره ديال الجريده اللي درنا دابا عليها على الفيلا كامله. ها انتما الفيلا ديال واحد السيد من متابعي القناه ديالنا، اتصل بينا وطلبينا الاتصال ديالو وجينا باش مباشره نعرضوا له هاد الفيلا للبيع. هذه هي كيف ما قلت لكم الدخله برينسيبال ديالها. كتحب تيرو ولا هانتوما اخواني غادي نبين لكم من برا، يعني الدخله اللي قلت لكم برينسيبال قبيله دخلت من الكراج، ودابا هي هذه الدخله. هانتوما ندخلو مباشره باش غادي نشوفو يعني بريمير ايطاج و ريتشوسي اللي مازالنا. هانتوما كنلقاو الصالونات وكنلقاو السيجورات. هذا كيف ما كتشاهدو الرخام في الارض. هذه الصالون الكبير اللي كيدور بالجرده كامله. كيف ما كتشاهدوا يعني السقف كامل خشب، الخشب ديال النوع الممتاز، يعني هذه مده وهي مبنيه ما وقع ليه حتى حاجه كيف ما كتشاهدوا بعينكم. الخيمات كيف ما كتشاهدوا في الارض ديال الصالون كامل. هذاك شيميني كاين شيميني صغير حنا غادي نشاهدو حتى هو. كاين هنايا واحد لابتيت سيجور اللي الباب ديال هذاك باب، هذاك باب كاين الاطلاله ديالو على لابيسين غادي نوريها لكم. هذه كامله جاج دايره الاطلاله ديالها على الجريده وعلى لابيسين وعلى السقايه اللي شفنا في الاول كيف ما كتشاهدوا. غادي نشوف هذا الصالون عاوتاني اللي هنا اللي كيتواجد به شيميني صغير. هانتوما اخواني كيف ما قلت لكم هذا ريتشوسي فيه صالونات وفيه كوزينه، فيه بيتيكا وفيه واحد الشومبر. غادي نمشيو باش غادي نطلعو الباقي، يعني سالينا من ريتشوسي ومن لاكاب مباشره غادي نطلعو في الدريجات اللي كاملين الرخام اللي غتشاهدوهم معنا. هانتوما الدريجات من الرخام كيف ما كتشاهدو،
عندهم واحد صريج كبير بالجاج كيف ما كتشاهدوا هو هذا. وغادي نشوفوا مباشرة البيوت شنو كيتواجد فيه. هنشوف اخواني اخواتي طلعنا دابا البروميان ايطاج اللي كيتواجدوا فيها خمسة ديال البيوت، كل بيت بصال دو بان جاكوزي ديالو. غادي نشوفوا كل بيت على حدة. دونك هذا البيت الاول اللي طلعنا له حتى هو فيه صال دو بان الاول كيف ما كتشاهدوا، فيه لافابو وفيه جاكوزي وفيه تواليت. تواليت جايه مور الباب هي هادي كيفما كتشوفو. هذا البيت الاول غادي نشوفو الاطلاله ديالو من بعد الظلام. فيه هنايا واحد البالكون اللي غادي نخرجو باش نشاهدوه، كيطلع على بيسين وكيطلع على داك السقايا الله اعلم اللي شفنا في الاول. لا لا اسمحوا لي، كيطلع على الدخيله ديال الباب اللي دخلنا لها البرانسيبال الاولى كاع هي هادي. غادي نمشيو مباشره غادي نشوفو البيس الثاني كيف ما قلت لكم. هذا البيت الاول فيه بالكون للاطلاله ديالو كتطلع على دخيله ديال الباب. غادي نمشيو نشوفو البيت الثاني. هذا طليعه ديال الدريجات. غادي ندخلو البيت الثاني هو هذا. هادو كيف ما كتشاهدوا البيوت جايين هنايا واحد حدا واحد حدا واحد، الخام والفوق والتحت. هانتوما هذا البيت هو فيه حمام كيف ما كتشاهدوا هاد البلاكارات، وفيه بالكون راه غير الرينو ديالو خاسر. الاطلالة ديالها حتى هي كتشاهدوها على هاد هاد البالكون اللي خارج من البيت الاخر، يعني هاد البالكون داير على البيوت كاملين. غادي نمشي نشاهدو الحمام ديالو هو هذا اللي فيه لافابو وفيه دوش و تواليت. غادي نمشيو ونشاهدو البيت الثالث. على بركة الله غادي نشوفو هاد البيت، هاد البيت ديال لي بارون كيف ما كتشاهدوا. هذا بيت كبير فيه جوج ديال لي بالكون وفيه صال دو بان كبير فيه حمام كبير. هاد الفيلا تيخصها شويه ديال الاصلاح نظرا للسيد هادي 3 سنين ما ساكنش فيها، ولكن راها ممتازه وفي موقع ممتاز ومدينة فاس. كما قلت لكم اخواني هاد الصباغه اللي ذكرت يعني ماشي الفيلا كامله غتصبغ، شي حاجه بسيطه واحد روتوشات غير صغارين. وكيف ما قلت لكم كاينين ريدويات ديال السراجب اللي حاجه بسيطه تقريبا شي 3 ولا 4 ديال ريدويات. دونك كيف ما قلت لكم هذا الشومبر بارونتال اللي كيتواجد فيه هذا الحمام الكبير ها نتوما اللي فيه جوج ديال لافابويات وفيه تواليت ووضايا وفيه هذا الحمام جاكوزي كيف ما كتشاهدوا ممتاز. غادي نوريكم كيفاش داير من الداخل. هانتوما كيف ما كتشاهدوا فيه دريسينغ اللي دخلنا وشاهدنا في الاول. اخواني اخواتي غادي نذكر المعلومات اللي ذكرتها في الاول، انها الارض فيها 1003 متر اللي مبني كل طابق فيها 200 و كيف ما قلت لكم هذه كتواجد في شارع بيروت قريبة لكافي لاسويت، مبني فيها 240 اللي مبنية لاكا وصفري وريتشوزي كل وحدة 240 240. هذا بيت هو بالحمام كيف ما كنشاهدوا وواحد البالكون للإطلالة ديالو على الجريدة. اخواني اخواتي كيف ما شاهدتوا اننا سالينا من البريميان ايطاج اللي كيتواجدوا فيها خمسه ديال البيوت
كل بيت عنده فلاكا ديالو وبالحمام ديالو كيف ما كتشاهدوا الريتشوسي والبريمي ايطاج كامل رخام. هذا هو الحمام ديال البيت التالي اللي غادي تشاهدوا، فيه بانيو كيف ما كتشوفوا وتواليت ولافابو. اخواني اخواتي، الى نالت الاعجاب ديالكم بهاد الفيلا ما عليكم الا تواصلوا معنا، وحنايا عند راه اشارتكم في اي وقت. مرحبا اللي بغى يجي يشوفها، مرحبا، واللي بغى يتعرف يعني يزيد المعلومات ما عليه الا يتصل بيا ونزيد نزودو بالمعلومات.